الاخبار ووصفه طبيعيه مره اخرى ياك. كيف العاده، بما اننا تبارك الله احنا من عايشين من خيرات هذا البلد الجميل واللي فيه تبارك الله مواد طبيعيه كتعطي يعني منفعه بزاف، بلا منفعات ما تضر. والسيدات دائما احنا تحت الطلب ديالهم كيطلبونا بزاف اننا نديروا وصفات طبيعيه للجمال ديالهم داخل وخارج المغرب. الحمد لله عندهم اقبال. الوغ اليوم تلقينا بزاف اتصالات سميره على لي طاش بغين، خاص السيدات يعرفوا بان راه ماشي الدور بوحده ديال الوصفات الطبيعيه او لا خبيره التجميل في الصالون اللي غادي يحل المشكل. من بعد من استشاره طبيه لازم تكون، ويعني كيحدد لها الطبيب المشكل، واش غادي تتبع مع الطبيب ديالها، واش مشكل هرموني، واش مشكل ديال البشره ديالها اللي عندها ولا غير موسمي. هنا هاد الوصفات هنا باش نكون، علاش كندير دائما هاد التقديم؟ باش نكون بريئه من السيدات اللي يقول لك ودرت الوصفه وما عطاتنيش لي في او هذا. دونك نكونوا صريحين معاهم. هاد الوصفات تتعاون يعني كيف ما ذكرت في الاول، الى ما نفعتش ما تضرش، لان كل فيها مواد طبيعيه. وهذو لي طاش لي طاش ديال السيدات يا اما تكون عاد ولدات، كنعرفوا ذاك الكلف ديال الولاده اللي تيكون عندنا هنا في الحناك او في الجبهه او لا بعض الاحيان في الزسل، كيزعج هذا النوع السيدات وهو كيمشي يعني من بعد الولاده بواحد شهرين ثلاث شهور تيمشي، ما تيخصوش واحد العنايه خاصه. في هذا الحل، في هذا المشكل هذا كيمكننا نطبقوا هذه الوصفات، كتعاون بزاف وكتعطي نتيجه رائعه. الوغ هنا الا كان هاد السيدات عندهم مشاكل ديال لي طاش في الوجه ديالهم، يعني تنأكد في هذه المنطقه هذه في الجبهه، فهذا يمكن يكون حتى في العنق، شنو الوصفه اللي كتعطي النتيجه؟ وانا جربتها سميره ونبغي نقتاز مع السيدات. الوغ كتعطي فعاليه رائعه. هنا جبنا الفول مدقوق، باش قبيله قلت لك في الاول، قلت لك راه من الحوايج اللي عندهم بساط، يعني غير الفول غنطحنوه في الكوزينه، في الكوزينه غنطحنوه وغادي يعطينا هكا الغبره ديال الفول، غنديروا منه معلقه صغيره. هنا عندنا النشا ياك، وهنا عندنا الطين الابيض، كل شيء موجود. الطين الابيض رخيص الحمد لله، دابا ولا خنيشات ب 10 دراهم عند العطاره كاملين، عند لي فارماسي كل واحد فين يمكن انه يرتاح يوجد الامور ديالو. من عشان نخلطوا مع عصير الحامض، عصير الحامض بالتالي هذا الماس خاصنا نديرو في الليل. في الليل، برافو عليك سميره، رجعتي حافظه خبيره معك خبيره. الوغ هنا علاش اكدت على السيدات اللي عندهم لي طاش واضحين وباينين، لان هذا ماسك غنخلطوه بحال هكذا. الوغ تيوقع واحد التفاعل كيماوي ما بين هذا الحمص والارجيل والحامض والنشا، فوالا نخليوه يرتاح لمده ديال واحد 10 ديال الدقائق حتى كيتمزج كيبان لنا بحال اختار فوالا. وغادي ناخذوا هاد الكميه بحال هكذا وغنحطوها كوش ايبس، كوش غليظه على لي طاش، ما نحطوش على الوجه كامل، نحطوها غير على لي طاش. يصلح كذلك للرجال المدخنين اللي تتكون عندهم ذاك بحال واحد الانومبغ، واحد الخيال في الوجه ديالو، الوجه ماشي اوني في اللون، يمكننا نحطوه على لي طاش. غير لاحظوا السيدات الا دارتو جوج مرات في الاسبوع لمده ديال واحد 20 دقيقه، غتلاحظ من بعد مرور 21 يوم، لان الخلايا ديال البشره كتجدد كل 21 يوم، من بعد 21 يوم غيبان لها داك لي طاش بداو تيخفافوا. هنا ملي كيبداو يخفافوا ويبقى غير واحد شويه ديال الخيال، يمكن لها دير على الوجه كامل والعنق، باش كيولي الوجه كله قابط لنا لون واحد. العجيب في هذا الماسك هو ماسك ومنه غوماج او ميم طون، ملي تينشف لنا البشره غتشرب داك الحامض. كنعرفوا الحامض الا حكينا به غير السنان ديالنا تيبيض، الا حكينا به الكويف النحاس تيبيض، دونك حتى نفس الشيء البشره. غير هو باش نكونوا يعني نكملوا النصيحه ديالنا، هذا الماسك من الليل لليل. علاش حنا اختارينا هذه الفتره ديال اكتوبر ونوفمبر وديسمبر؟ هادو هما الشهور اللي الاطباء والمختصين كينصحوا السيدات انهم يمكن لهم يديروا لي تريتمون اكليرسيسون، لان ما كتكونش الاشعه ديال الشمس بزاف. وهنا هذا النوع ديال السيدات يمكن كل صباح ضروري يديروا ليكرون سولير ديالهم وبكوش غليظه، يعني قد ما كان ذاك ليكرون بقى باين واخا غادي يزعجهم اللون ديالو بيض مثلا، تخرج به ما كاينش مشكل، لان غادي تحمي هذوك البقع وذاك ليكرون سولير قد ما كان غليظ وقد ما كان بغيه قد ما كيعكس لنا الاشعه ديال الضوء وما كيكونش يعني كيدير الفعاليه ديالو. هنا غادي نجي لواحد المنتوجات اللي موجوده عندنا في المغرب، الحمد لله الاثمنه ديالها جد مناسبه ومعروف بها المغرب، وحنا خصنا نكونوا مفتخرين بها، اللي هو زيت اركان والزيت ديال العظم. الوغ لويل دو غرين، لي غرين كناكدوا على، لان كاين لويل دو فيك دو بارباري اللي كيقبطوا داك الكرموس الهنديه وتيتطحن وتيخرجوا منه الزيت. هنا فرق ما بين الزيت
ديال العظم ديال الكرموس الهندية. هنا موجود عندنا في النواحي ديال اكادير كاين مختبرات خاصة اللي كتصوبوا. الوغ ناخذوا الا شفتي هنايا كيكون اغلبيه بلا بيبيت لان كيكون القريعه صغيوره وكتكون شويه دايره مركزه وغاليه شويه. دونك ناخذوا هاد جوج او ثلاثه القطيرات وتنحطهم على داك الاماكن اللي عندي فيها ليطاش ونبقى جو تابوت بهاد الطريقه هادي حتى يبان لي داك الزيت تيدخل شرب. يعني الا درنا هاد الوصفه مره في الاسبوع الزيت يوميا بالليل يا اما زيت ارغان. الوغ بجوجهم سبحان الله العظيم عندهم تقريبا نفس الفوائد غير هو الويل دو غرين دو فيك دو بارباري الزيت ديال العظم الهنديه عنده فوائد اكثر. والزيت اللي غادي يمكننا نديروه حتى بوغ لي سيرن الي انتي سيرن انتي بوش وكيجدد الخلايا ديال البشره ومغربي 100% ونشجعوا المنتوجات المغربيه مغربيه حتى النخاع ومفتخرين بها نحن كذلك. شكرا لك جزيلا مكوار على الوصفه ديال اليوم. نمشيو